مرحبا بكم. الفرق بين المتفائل والمتشائم، المتفائل ينظر إلى عينيك والمتشائم ينظر إلى قدميك. ارفع رأسك، ارفع رأسك وتفائل، فإن الكون جميل والحياة جميلة وأن كل شيء بقضاء وقدر. المتشائم دائما لو رفع رأسه لنظر الآفاق ونظر الجمال، فلا تتشائم، فإن هذا الكون له رب يدبره، فثق به يملأ قلبك فرحا. وإياك أن تحبط وتنقل الإحباط إلى الناس فتكون من أكبر المسوقين للهم في الأمة. فرج الله كربكم، قولوا آمين.